أنا دعاني مسؤول إلى الغداء، قلت له حتى تبرد. ما كانش عندي استعداد باش نمشي نتغدى. وزير سابق صديق لي، والحمد لله بردها الله وخرجت بسلام، ولكن النار تحت الرماد طبعاً، لأن هذه النار ماشي جات خطأ ولا عبثا، هي جاءت لأسباب، فإذا تجددت الأسباب، وأنا تنقولها لكم بصراحة، إلا كنت أنا قمت بدور الشيخ جبرائيل باش نعقل الناس ونقول ونصفهم، نقول لهم يا ودي ما تطالبون به من الإصلاح أنا معاكم فيه، ما تهددون به بلدكم بضياع الاستقرار أنا لا أوافقكم عليه وصاعقكم في وجهكم، ما غنقدرش في المستقبل نقول هذا الكلام. هذا كلام معقول. إذا خص تكون لأنه صافي السبيلة، قلتي جبناك صوتنا عليك جربناك وليتي رئيس ديال الحكومة ما قدرتيش دير الإصلاحات، أنت لا إذا أنت ما هذا الشيء اللي كتقول ما شادش، ماشي أنت خايب. حتى واحد ما تيقول الحمد لله أنا خايب. أونفا خايب بشي طريقة لشي وحدين. انت ولا اش غدير مع بنادم زين اللي جالس اللي جالس زين فكر كيفاش لبستي الدارات وكيفاش واش كتاكل ولا ما كتاكلش اللي كيقوم على الخدمه ديالك واش لابسي الطاوليه ديال الحزب ولا ديال واش غدير؟ واش غدير رد على اي شيء ولا على اي كلام يا خوات سمحوا لي فايا فايا دار الاحداث ديال تركيا واش غدير؟ هذا الشيء دابا لا لا خليونا الله يجزيكم بخير. انت الجو موبوء ما نزيدوش حنا نكملوا عليه راه غير